الكيانية الفلسطينية التي جسدتها السلطة الوطنية الفلسطينية، هذا مكسب تاريخي للشعب الفلسطيني. المسألة الثانية أن منذ أن قامت السلطة الوطنية الفلسطينية، حركة الكفاح الفلسطيني أخذت بعدا جديدا. وفقط للتذكير، عدد القتلى الإسرائيليين منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية حتى مقتل الزعيم الخالد ياسر عرفات أضعاف ما قبل ذلك. فقط لتذكير الأخ ماهر الطاهر إذا أراد أن يتذكر، أن خلال وجود السلطة الفلسطينية قامت انتفاضة هبة الأقصى 96، وقتل فيها من قتل من الإسرائيليين. ثم عام 2000 في أيار قبل الذهاب إلى كامب ديفيد، حركة شعبية هائلة في ذكرى 15 أيار اغتصاب فلسطين. ثم بعد ذلك حركة المواجهة الشعبية والعسكرية للاحتلال، التي ذهب في عدد قتلى الإسرائيليين ما فاق ما قتل في لبنان. أعتقد أكثر من 1000 قتيل إسرائيلي حدث خلال فترة قصيرة جدا، وما قبلها مجموعة عمليات من الجهاد وحماس. أتحدى أن يتم ذكر 10 عمليات بعد الانقسام الفلسطيني او وصول حماس الى السلطه. وما هو الدور الذي قامت به الفصائل في انتفاضه طيب سياسيه هاي نقطه مهمه دكتور ما بعد هاي نقطه لا مهمه خليني اوقف عندها مفهوم الكيانيه الفلسطينيه تسمح لي اوقف عندها دكتور يريد هاي اللي انا نقطه مهمه نقطه مهمه انا دكتور ماهر الطاهر هذه هي السلطه الفلسطينيه الحقيقيه